تعالي يا عسلية يا حلوة انت، تغور منار بمصايبها. الشنط جاهزة؟ جاهزة ايه؟ ما تصبر شوية، هو انا لحقت اغير هدومي؟ طب العربية اللي طلبتها تروح اسكندرية مستنياكي تحت. طيب حاضر، شوية وهننزله. وارجع اسكندرية، ارجع اسكندرية. وتوبة، توبة لو سبتك تاني، انا استاهل 100 جزمة قديمة اني جيت البلد دي. لا خليها مفاجأة يا بنتي يا ويس. حياتك عندي يا معلم حمو، انا لولا ان في شغل بيناتنا ولازم نخلصوه انا لا كنت جيت ولا شفت وشي، ولا كانت الألف جنيه اللي انت بعتها لي مع ريشه كانت لحلحتني من مكاني. خلص يا شيخ حسن، العروسه ايه؟ انت بقى عزه اللي استنيناكي ليله بحالها، كنت فين؟ وتحديدا مين اللي حط المخدرات في بيتك؟ انت مالك؟ انت مش خدت براءه من سرايا النيابه؟ اه الحمد لله. طب انجزني، انا كان عندي كفاءه اجيب بدل مأذون 10، بس انا قلت الورق ورقك وانت شايف الليله من اولها كله خالص اهوت والناس ماضيه. أنا... شوف ناقصك ايه وكمله. اه الشاهد الثاني استاذ حنين، هو راح فين؟ اه انا بعته مشوار على الاما يجيب لي حاجه وزمانه جاي، وبعدين هو مضى اهو. انا مش فاكر بقى مين مضى ومين ما مضاش. كلنا مضينا يا مولانا. خلاص خلاص، ما دام انتوا شايفين كده يبقى تمام، توكلنا على الله. انت بتمحلق في ايه لمؤاخذه؟ ما دي العروسه وده الورق وهذه صورتها. خلاص انجز يا شيخ حسن انجز. بسم الله بسم الله. ماشي يا عزه، هل موافقه على الزواج من المعلم حمو؟ طبعا موافقه. امال هي هنا ليه؟ انت مش موافقه يا عزه؟ يا ورنا يا عزه، ما تزعليش الكبير. يلا لا انتظر، ده زواج مش لعبه. انت بتزعل ليه كده يا شيخ حسن؟ هي موافقه، انت مش موافقه يا عزه؟ اه موافقه. هي موافقه، انجزني. اه خلاص بسم الله. سلامة. اتفضل يا مولانا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. بحضنها. معرفش اتجوزك وانت عايشة يا عزة. اتجوزتك وانت ميتة.